السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين يا جدعان؟ معاكم طارق ابراهيم في فيديو جديد النهاردة على قناتي تيكو تيوب. النهاردة قلنا هنجاوب على السؤال الثاني اللي نزل عندي على الصفحة برضو، حتى واللي عاوز يتناقش في الموضوع ممكن نتكلم كتابة في نفس الوقت. قلت اطلع اعمل فيديو عنه. طبعا السؤال من ادمن كريم مصطفى، هو كان حاببنا نتكلم عن الايه، الطبقة اللي هي الفقيرة خالص او الدنيا الطبقة الواقعة هنا في امريكا، وهتكلم في امريكا عامة وخاصة عن ولاية نيوجيرسي، ايه بعض المدن اللي احنا ممكن نلاقي فيها حد فقير. فطبعا في ناس من اللي بتشوف الفيديوهات هتتعجب دلوقتي، ازاي يا عم انتوا ما عندكوش فقراء وما عندكوش ناس هومليس يعني شحاتين وناس بتشحت وناس بتعمل؟ لا، في يا جدعان عندنا هنا طبقة واقعة خالص ومفيش فلوس. ليه بقى؟ ما هو ممكن انتوا يعني تتأكدوا من الموضوع ده ازاي؟ لان انتوا دايما انتوا شفتوا فيه اكتر من بوست عندي، في ناس بتكتب عندي مثلا المعونات عاملة ازاي والاعانات عاملة ازاي وذوي الاحتياجات الخاصة الدنيا معهم ازاي، واللو انكم او محدودي الدخل النظام معهم ازاي وعايشين ازاي. في هنا كل الطبقات، الفكرة احنا عندنا هنا كل الطبقات، عندك اللو انكم والميدل كلاس والهاي كلاس والناس اللي هي الاغنية والناس الفقيرة والناس المتوسطة الدخل وهكذا. فاحنا الفيديو ده هنرد على حاجتين، الحاجة الجزء الاول اللي هو الناس اللي بتسأل على المساعدات، والجزء الثاني هل في فعلا ناس فقيرة هنا ولا لا، والناس دي بتعيش ازاي. تمام، الجزء الاول بتاع المساعدات. اولا، اي حد من الناس اللي لسه هتيجي جديد مش تقدر تقدم على اي مساعدات غير حاجة واحدة بس اللي هم ممكن يقدروا يتقبلوا فيها، الا وهي الميديكيت او الميديكير او التأمين الصحي للاولاد الصغيرين. يعني الكلام ده الاسرة، انت بقى اللي انت بتتفرج عليا دلوقتي وسنجل ملوش لازمه، يعني ملوش لازمه الفيديو، ولان هو مش هيفيدك، مش تقدر انت تقدم على اي حاجه، لانك انت السنجل عندنا هنا بيبقى اخر واحد لاي حاجه تخش له. يعني مثلا حتى في لما تيجي تعمل ضرائب وانت شغال بيتاخد منك ضرائب عاليه لما انت سنجل، لما يرجع لك برضه ما يرجع لكش فلوس كتير. يبدا بقى لما انت تتجوز يكون عندك اولاد العمليه تبدا تقل شويه بشويه. تمام، بالنسبه بقى للمعونات نكمل معاكم، بس التليفون كان فاصل. بالنسبه للمعونات زي ما احنا قلنا بيتقدم عليها ازاي. طبعا انت مثلا بما انك تكون عايش مثلا بقالك سنه على الاقل، مثلا سنه او سنتين، ورايح بتقدم على بعض الاعانات زي اللي هي الفود ستامب، مساعدات الاكل او الميديكيت للتامين الصحي والمساعدات الطبيه، او بقى اللي هي المعونات الاخرى اللي هي بتاع السوشيال سيكيورتي اللي هو الرقم بتاعك لما انت بتيجي بتعمله، في مساعدات اسمها سوشيال سيكيورتي وديسابيليتي، دي مساعدات ايه اللي هي الحكوميه للناس اللي هم يعني ما بيقدروش يشتغلوا عندهم ديسابيليتي، او ناس كبيره او كبار السن او اللي هم بيسموهم سينيور سيتيزن. تمام، انا كده بدات اتوهكم، انا حاسس ان انا بدات اتوهكم، فخلونا نفنطها واحده واحده. انت كل الاشخاص اللي جايين دول هيبقوا اشخاص شباب وجايين بدات اشتغلت في مكان، فبيبداوا من هنا يحسبوا بيشوفوا دخلك قد ايه وعدد الاسره عندك. فانت مثلا شخص متجوز وعندك طفلين، فانت كده تعول ثلاثه، فبيشوفوا انت دخلك مثلا بكام في السنه وليها حدود معينه. بصراحه انا يعني مش عارف الحدود بالظبط في الموضوع ده، بس انا برضه ممكن اجهز لكم بالتفصيل حدود كام يكون حدود كام ان انت تبقى eligible او تبقى انت مقبول ان انت تاخد الاعانات الحكومية. فالموضوع يعني اللي انا عاوز افهمه لكم، الموضوع مش واحد اتنين تلاتة، انت بتقدم الاول وبتروح تعمل مقابلات ويبدأوا يشوفوا عندهم في الاوراق يا ترى الراجل ده يعني eligible، يعني يا جدعان يعني ينفع يتقبل للإعانات ولا مش ما ينفعش. تمام، فهو على حسب الدخل الاول وعلى حسب عدد الاسره من هنا يبداوا بقى يدوك. وبرده بعد ما بتتقبل في شخص مثلا، يعني شخص مثلا بيجي له $1,000 مثلا، مش لازم يبقى انت هيجي لك 1000 انت كمان عشان هو عنده 4 وانت عندك 4، لا هو بيحسبوها على حسب الدخل بتاعه وعلى حسب
الاكسبنسز بتاعته، ان انت مثلا بتصرف هنا، بتدفع ايجار هنا، بتدفع حضانه هنا، بيشوفوا بقى التقسيمه دي ويحسبوها، وعلى هذا الاساس تبدا بقى تجيلك الايه المعونات. ماشي. التامين الصحي برضو نفس الكلام، بس دايما خليكم عارفين يعني ان الاطفال اللي هم تحت سن ال 18 دول بيجي لهم ميديكيت على طول، يعني اوتوماتيك تبع المدرسه، يعني اول ما بيتقبلوا في المدرسه. مدارس كلها حكوميه، ما بيدفعوش فلوس ولا بيدفعوا مصاريف ولا اي حاجه، وبيبقوا التامين الصحي متكفر ليهم. فدي حاجه كويسه، يعني افرحوا، افرح 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 يا محمد، افرح يا اسامه، افرح يا سعيد، يعني الولاد هيبقوا في التمام. هو المشكله عليك انت بس، معلش احنا جايين يعني احنا نستحمل، يعني اهم حاجه ايه؟ العيال. السنجل انت يا باشا راحت عليك بقى، انسى، انت هتتعب تروح المستشفى بقى مع نفسك. تمام. انا كنت بزعل على نفسي والله لما انا كنت سنجل في الاول، يعني كل مره مثلا كنت اجي ابص على الشيك بتاعي الاقي واخدين مني كتير. ايه ده يا جدعان؟ ليه يعني واخدين مني ده كله؟ يعني ده حرام، ده انتوا واخدين نص المرتب كله ضرايب. فهو السنجل عندنا بيتظلم. هنيجي بقى للجزء الثاني من الفيديو، الا وهو في فعلا في ناس فقراء.